من الظواهر الملاحظة نجيب عندنا في الكويت زحف العزاب نحو السكن الخاص، وهي مشكلة تستفحل عاما بعد الآخر، خاصة مع اتساع الرقعة السكنية بالبلاد، الأمر الذي يستلزم تدخلا فوريا من جهة الاختصاص لمعالجة الظاهرة جذريا. طبعا برنامج العالم هذا الصباح يفتح هذا الملف وملف هذه الظاهرة المزعجة للجميع، والتي تؤرق سكينة العائلات في جميع محافظات البلاد. ولكن دعونا بداية نشاهد هذا التقرير، ومن ثم لنا عودة والحديث أكثر إن شاء الله. وصفوها منذ سنوات بأنها قنبلة موقوتة، حاليا قد تكون جاهزة للانفجار. إنها أزمة زحف العزاب على المناطق السكنية الخاصة وغيرها، التي باتت هاجسا يؤرق سكينة العائلات بجميع محافظات البلاد. الظاهرة بالطبع تستفحل، ما يجب معها حلولا وآليات جديدة درءا لتفاقمها، فالأعداد في تزايد وتهدد التركيبة السكانية، والجهات المختصة مطلوب منها التدخل السريع للسيطرة على الوضع غير الطبيعي. أبعاد الأزمة تتشعب مع تحول مناطق كثيرة بالبلاد إلى مرتع ومأوى لمخالف الإقامات والمطلوبين أمنيا، رغم الإجراءات الصارمة والرادعة من الجهات المعنية، والاستحقاق بات واجبا نحو الحل الجذري للظاهرة المزعجة بمحاسبة المسؤول عن تفشيها، بدءا بصاحب المنزل والعزاب القاطنين في تلك المساكن. وبجانب جولاتها وحملاتها التفتيشية المتعددة، بلدية الكويت خلال الفترة السابقة قامت بتشكيل اللجان لإخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي، إلا أنها تجابه بتحايل واضح من قبل بعض العزاب أثناء تأجيرهم العقار بعقود زواج تثبت بأن عوائلهم داخل البلاد. المجلس البلدي بدوره أيضا طالب كافة الجهات المعنية بالتعاون والتضافر لمواجهة تلك الأزمة بتقديم حلول عاجلة واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للحد من استشرائها، خاصة في مناطق السكن الخاص والنموذجية. تأخذ قضية العزاب في السكن الخاص بعدا أمنيا واجتماعيا في ظل الرفض الشعبي والرسمي لوجودهم بين بيوت المواطنين، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لحلها والقضاء على أسبابها من خلال تخصيص مناطق ومدن خاصة بهم. مشاهدي الكرام، كما تابعنا في التقرير، فإن قضية انتشار سكن العزاب في المناطق السكنية كانت حاضرة على طاولة اجتماعات المجلس البلدي أمس، وطالب عدد من الأعضاء بضرورة معالجة الوضع القائم في بعض المناطق ومنع تواجد سكن العزاب حفاظا على خصوصية وأمن الأسر. للحديث باستفاضة أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون ضيفنا في الاستوديو عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الشكاوى والعرائض في المجلس مشعل الحمضان. صبحك الله بالخير وحياك الله وياك. نور، يعطيك العافية. الله يعافيك. بداية خلينا نتكلم عن ما تم مناقشته أمس في هذه المشكلة بخصوص سكن العزاب. أمس والله كنا نتكلم في حالات يعني غريبة وعجيبة، يعني نتكلم عن مو بس وصلنا لسكن العزاب، سكن العزاب وأصبح داخلها مصانع، وأصبحنا يعني ما احنا عارفين شلون نقدر ندور حل لهذه المشكلة. فلذلك صار عندنا واجب أن نسوي لجنة أو ورشة عمل لمناقشة وين الخلل، ليش ما نقدر نسيطر على الموضوع. فكان يعني أمس في عصبية من الأعضاء. طيب إن ليش ما تقدرون تسيطرون على الموضوع؟ لأن الموضوع يعني أولا في قصور تشريعي، في قصور إداري، في قصور من أكثر من ناحية. في الورشة اللي إحنا إن شاء الله نبي نقيمها يوم الأربعاء القادم الساعة 10 الصبح، نبي نعرف شلون الآلية اللي نقدر نسكر الخلل الموجود. يعني شلون العزاب انتقلوا إلى السكن هذا، شلون البطاقة المدنية مالتهم تسجل على نفس المناطق،
شلون السكن الخاص مثل البيوت؟ هذه مشكله خاصة المناطق اللي داخل، يعني احنا نعرفهم سكن العزاب اغلبهم مثلا بالفروانيه حول العماير مع عماير في الاماكن هذه اللي فيها عماير وفيها، لكن احنا الحين قاعد نشوفهم لا داخل المناطق. كلامك 100% صح، لان الحين يعني انا لما يجوني شكاوي بالدعيه بالقادسيه، يعني هذه صارت قلب البلد الى داخل قلب البلد، فلما نين نفتح الموضوع ونحل يعني نحاول نحل المشكله نلقى ان المشكله احيانا يلقون ثغرات قانونيه يلعبون عليها. مثلا يكون المنزل كله عزاب لكن يبون واحد ووحده ويحطونهم داخل البيت، فعند الخروج على الكشف على البيت يقول لك هذا ما فيه عزاب، في عوائل لان في عائله موجوده، ففي لف على القانون، وهذه المصيبه ان تخريجها غريبه يعني ما نقدر لها لانها مكشوفه خلاص، يعني انتم عارفينها، فالمفروض انه يتم في اتخاذ قرار معين. هذا هني شلون انت تسكر الثغره القانونيه اللي موجوده، يجب ان تحط لها تشريع خاص في الاطار هذا. احنا ما نتكلم بس على السكن العزاب، لا احنا بنروح لاعلى من الموضوع هذا، حتى سكن غير يعني العوائل الاسويه اللي قاعد تصير 50 و60 اسره داخل بيت صارت مربحه بالنسبه لهم. البيت يتقسم الى غرف، صارت مربحه بالنسبه لهم، لان الحين بالنسبه له بدل ما يشتري عماره قيمتها مليون دينار ودخلها يعني قليل، ياخذ له بيت ويقسمه من داخل وخوش ربح. وعليك الحسبه، وعليك الحسبه، ثلاث اربع انفار بغرفه واحده، اذا مو سبعه، وكل واحد يدفع له 30 40 دينار. عشان جديد الكلام اللي احنا قاعد نقوله، في اكثر من يعني احنا حتى مستدعين الدكتور محمد بن جاد اللي هو رئيس شركه المرافق العموميه، لان عندهم هم اللي ماسكين سكن العزاب، فنبي نعرف وين وصل الموضوع، ليش ما تم تفعيله بال يعني كباسه مال العالي. طيب موجود استاذ مشعل، يمكن انا صراحة شويه انتم تمشون فيها بالقانون، لكن انا كمواطن عادي ما لي شغل في، ما لي عضو في مجلس البلدي ولا اني مثلا صاحب مثل هذه، لكن ابي الفائده، ليش ما يكون هناك يعني نقدر نقول احنا مش حكم عرفي، لكن خلاص انت حتى لو القانون، لكن هذا القانون خطا، فهي انا اتخذ اجراء معين، انت البلد قاعد تحميك كونك عضو في المجلس البلدي، خلاص انت تتخذ قرار بحيث ان الناس ترتاح ببيوتها، الناس تامن، يعني تدري كثره سكن العزاب وكثره العزاب شنو قاعد تسوي؟ انت قلت لي مصانع، واحنا ما ادري المصانع شنو؟ هل هي زينه ولا شينه؟ والله واحد منهم للاسف ان الحادثه الاسبوع اللي طاف مصنع خمور. ايش رايك؟ انا وياك، بس لما انا اي الحين مثلا اخذ المخالفه واروح اقطع التيار، احيانا القصور التشريعي قاعد يخلي لي شنو؟ القضاء قاعد يرد التيار، لان في قصور هني شلون تسكر الباب؟ يعني انا واحده من الحلول اللي قاعد اقول ارفع قيمه المخالفه اللي عليه، يعني لما تخليه ب 5000 او 10000 اللي يسكن عزاب لا تقطع الكهرباء، ربحيتها راح تروح. طيب ليش ما يكون مثلا عندكم انتم يعني جرين لايت بحيث انك تتخذ القرار وايضا ما ترجع للقانون؟ ما مرات انت تحكمك انت، احنا دوله مؤسسات تحكمها مرات القانون، ولذلك احنا مثلا في تخريجات، مثلا انا قاعد اقول الفكره الموجوده، واحد ساكن بالقادسيه هذا كرت العمل اللي جاي فيه كرت عامل، شلون يسكن في منطقه نموذجيه؟ البطاقه المدنيه المفروض ما تطلع له اياها، واذا بطاقه المدنيه مو على القدسيه مو على الروضه مو على ضاحة عبد الله السالم، المباحث تقدر تتخذ وياه، انت شو اللي جايبك في السكن النموذجي؟ يعني في تخريجات لها باكثر من طريقه، لكن نرد مره ثانيه نقول احنا نحاول حاليا في المناقشه هذه تسكير كل الثغرات القانونيه بحيث انها ما يصير فيها لعب. احنا نتكلم الحين يعني في شيء اكثر بعد، نتكلم بعد القرار اللي هو رفع نسبه الكهرباء اللي هو الوحدات من فلسين في السكن الاستثماري الى 10 فلوس، لا راح يزيد زياده بعد، الزحف راح يزيد زياده وزياده زي. فلذلك احنا قاعد نحاول يعني قطع التيار، في ناس تجيب جنريتر وتحطه برا ويشتغل صح؟ نوعا ما تقدر تحاسبه؟ طبعا اقدر احاسبه. تقدر تحاسبه؟ نعم نعم. جميل نعم. ابي اروح حق نقطة ثانية، كان في حل او سمعنا في هذا الحل قبل كم سنة في انه راح يكون هناك في مدن عمالية خاصة
وينه؟ هذا الكلام اللي احنا عشان كذا قاعد اقول لك ورشه العمل اهميتها يعني ما راح تتصور ايش كثر، لان دعينا الجهه المسؤوله عن مدن العمال اللي هي قلت لك المرافقه العموميه، راح نجيبهم راح نقول لهم وينكم؟ وين وصلتوا في المرحله الموجوده؟ وخلينا نقول زياده يعني اذا لم يستغل، طبعا المجلس البلدي مثل ما يخصص من حقه يسحب، نعم، اذا ما تم يعني استغلال الاماكن المخصصه لسكن العمال، لا في حساب، في يعني ليش احنا عيال خصصنا لكم اراضي اللي تبنون فيها سكن عزاب؟ وليش لحين ما اتخذوا هذا الاجراء؟ هذا السؤال الحين اللي راح نقعد وياهم نقول لهم وينكم عن اتخاذ الاجراء هذا؟ يعني الحين حتى اقدر اربطها بوزاره الشؤون، تعال يا وزاره الشؤون، اي تصريح عمل لعمل العزاب يجب ان يكون عنوانه على وين؟ على هذه المدن. المفروض هذا المفروض، بس هل هذا اللي قاعد يحصل؟ يعني انا اذكر هذا الحل يمكن ذكر قبل مجلسكم البلدي، ويمكن اللي قبله، ويمكن اللي قبله، والله اعلم، ادري ان سمعت فيه من زمان. أي. هذا اللي انا اعرفه. أي. لكن كل مجلس بلدي يعتقد انه ياخذ 4 سنوات، صح؟ عدل. كم 4 سنوات مرت علينا وايد. ما شفنا انجاز وايد. احنا نرد مره ثانيه نقول احنا الحمد لله يعني المجلس هذا جاي بشكل يعني ما شاء الله دايس البنزين بسرعه، على قولتهم كلهم شباب. عسى الله يعطيكم الصحه والعافيه اخوي. احنا خلال 4 اشهر يعني قاعد نحاول نحلحل مشاكل كانت سابقه موجوده وكانت في الادراج. ثق ان بس المعلومه هذه يمكن اول مره يدري فيها المشاهد. في السابق ما كان في لجنه اسمها لجنه الشكاوى والعرائض. ما كانت موجوده. اول مجلس تكون فيه يعني لجنه دائمه للشكاوى والعرائض هو مجلسنا هذا. اخوي مشعل انا ماني ضدك. انا قلبا وقالبا معك. لكن انا في عندنا مشكله بالكويت بشكل عام وليست فقط في المجلس البلدي. اجتماعات 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 في كل دوائرنا الحكوميه. لكن بعد الاجتماع عطني النتيجه الموجوده. عطني القرار اللي تم اتخاذه، عطني التنفيذ اللي قاعد اشوف، في بعض الاحيان تطلع قرارات لكن ماكو تنفيذ. لا خلينا نتكلم شويه بصوت اعلى. احنا كمجلس بلدي جهه تشريعيه وعندنا المحاسبه. يعني عندنا المحاسبه اذا كان في تقصير. اذا شفنا البلديه قاعده تقصر في هذا الموضوع وجب علينا محاسبتنا حتى لو توصل يعني الى تشكيل لجنه في التحقيق في او تقص الحقائق في الموضوع هذا. وعندنا مثال قريب يعني التعدي على املاك الدوله. مجلس بلدي ما سكت يعني انا ما صار لنا 3 اشهر داشين كاعضاء مجلس بلدي شكلنا لجنه لتقصي الحقائق على تعدي على املاك الدوله من قبل التشوينات اللي موجوده اللي قام يستغلونها الناس من غير رادع، وكان في خلل اداري يعني واضح، ولذلك شكلنا لجنه لمتابعه هذا الموضوع. ثق وانا اقول لك اياها باسمي وباسم الاعضاء اللي موجودين، اذا تم هناك تقصير من قبل المجلس البلدي أو البلدية ما راح نخلي الموضوع، والموضوع يعني حتى من واصل الأمر لأعلى من المجلس البلدي. الوزير قبل أسبوع اللي طاف كان يتكلم عن تعديل في اللوائح والقوانين بخصوص سكن العزاب، لكن أنا أرد أقول لك أنا موضوعي أكبر من سكن العزاب. الله يعينكم. موضوعي الزحف للمناطق السكنيه اللي غير مخصصه. غير المخصصه نكون على اساس ان نكون اوضح. من المحاسب من الناحيه القانونيه او كاعضاء مجلس بلدي من يحاسب في هذه النقطه؟ صاحب العقار ام نقول احنا المؤجر او العزاب القاطنين في هذا العقار؟ الاكيد ان 70% على صاحب العقار، يعني لان انت بالاخر انت اللي فتحت الباب لأن العزاب قاعد يزحفون لعقارك. لكن 30% إذا كان في توصيات من قبل الجهات المعنية بأن أنت لا يجوز لك أن تسكن في هذه الأماكن وجب عليه المحاسبة. ولذلك لما أنا أستدعي كل جهة موجودة وأسألها شو اللي سويتي في الموضوع هذا، يعني مثلا خلينا نقول مثل وزارة الشؤون، وزارة البلدية، البطاقة المدنية، الداخلية، لما استدعيهم وقاعدهم على طاوله النقاش والقى في قصور، انا يعني اللي قاعد اطالعه في تجاوب كبير خصوصا في الموضوع هذا، موضوع العزاب.
أن الوزارات حاليا تحاول أن تحل المشكلة، لكن وجب علينا أن نسوي لجنة مثل اللجنة الثلاثية السابقة اللي هي بخصوص العمالة. نعم. المشكلة وأنا بقولها بصراحة هذه يعني مشكلة عندنا تواجهنا بالكويت، الوزارات ما تعرف شلون تتكلم مع الوزارات، ما في تنسيق دائم، ما عندهم، ما في آلية تقعدهم يعني. وإذا في خلل في أحد الوزارات كل واحد ينقطع الثاني. ما في هذا مو يعني هي خلينا أقول لك إياها صراحة. ما نخلص. للأسف إن هذا الموضوع، ولذلك نبي نوصل لأن نسوي لجنة كاملة أو تشكيل كامل إن يكونون الكل قاعدين على طاولة واحدة. وكل واحد مسؤول عن عمله. وخلينا زيادة إن ما نبي كتابكم وكتابنا. كملون بعض. كتابكم وكتابنا. نطلب بتشكيل لجنة كاملة تكون ضامة للجهات هذه كلها، لأن الحين إحنا ترى عشان بس أعطيك إياها بمختصر، نروح نكشف كبلدية ما لك حق الدخول، ترى تدز حق المباحث، المباحث يطلع يروح يكشف يرجع مرة ثانية يدز الكتاب يعني بروسس. المشكلة أستاذ مشعل إن هي مشكلة متشعبة، لكن نرجع لأساس موضوعنا. إن شاء الله خلال الأربع سنوات هذه اللي أنتم موجودين فيها تطلعوا لنا بحل لحل مشكلة سكن العزاب اللي قاعد يدخلون داخل عند المناطق الخاصة أو عند البيوت الخاصة. كل الشكر لك أستاذ مشعل الحمضان رئيس لجنة الشكاوى والعرائض في المجلس البلدي، وبارك الله فيكم. جزاك الله خير. وأنا يمكن شوي من حر ما فيني، بس لا بالعكس أنا أكثر منك والله، شغلة ما هي زينة والله. إحنا أكثر منك أنا يعني، وترى أنا الهادي في الموضوع يعني، لو تشوفوا المناقشة يعني وصلنا لمرحلة الصراخ داخل الجلسة بخصوص الموضوع هذا. جواكم الله. الله يجزاك خير.